هذا الفيديو برعاية تطبيق سبيستون جو، أكبر منصة للأعمال الكرتونية المدبلجة. حمله الآن واحصل على 6 أشهر مجانية فور اشتراكك بالباقة السنوية. الرابط في أول تعليق وفي صندوق الوصف. السلام عليكم، مينا كونيتشوا أوغينكي ديسكا. اسمي علي، عمري 9 سنوات، وإذا بدكم تعرفوا ليش أنا بتكلم عربي بس شكلي ياباني، شوفوا هذا الفيديو لأنه الشرح كثير طويل. Today I will show you my own routine. Okay, come with me. يا أهلا وسهلا، أنا أم علي، وهذا روتين علي اليومي اللي حطيناه حسب أولوياتنا، وبعدها ضلينا نحاول ونحاول حتى قدرنا نلتزم فيه نوعا ما. بتمنى لكم متابعة ممتعة، وبسم الله نبلش. أنا مسلم، فأكيد يومي بيبدأ من صلاة الفجر، مش دائما بصحى عليها لكن بحاول بصلي بعدين وارجع أنام. أما إذا تذكرت إني ناسي واجباتي بظل صاحي عشان أسويها، وبعدين أمي بتجهز الفطور، بس إذا تعبانة عادي أنا بسوي. باكل موز وهي الخبز وبقلي لي بيضتين. أمي طوعت البرنامج تبع الصبح، شوفوا، عشان هيك سهل بتذكر كل شي لحالي. بعدين على الحمام. بس بدي أروح ألبس. هسه طبعا فرش الاسنان، تمشى شعراتي. امي جهزت صندوق الغداء بس انا بدي احط كل شيء جوا. عده الاكل الخاصه بعلي، صندوق الغداء والمفرش ومنديل مبلل لتنظيف الايدي واكيد الملعقه، وبتاكد برضو من وجود قاروره الماء وورقه المتابعه اللي انا بكتب عليها اذا علي درس بالامس او لا، وشو درس وكم مره قرأ الدرس. مدرسة علي بطبخ الغداء للأطفال كل يوم، لكن لأنه غير مناسب إلنا كمسلمين فاخترنا نبعث له كل يوم من البيت. ليش أوطى الكوكا؟ يجي نسيت الأفكار. الحمد لله اللي ذحيانا بعد ما ماتنا وليه النشور. بسم الله نرقى وصنان كل شيء عندنا، كل عين حسدين الله يشفينا. بسم الله لا ضر محسن شيئا في الأرض ولا السماء هو سميع العليم. اللهم اسرع عاراتي آمن روعاتي، رضيت الله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي. هسه بدي أطلع أبوس أمي ومع السلامة. في أمان الله. الله معك علوشي. لازم أطلع قبل الساعة 57 دقيقة، لازم أروح هناك بلتقي مع المجموعة تبعتي. الصبح لازم نروح مع بعض، الصبح لازم مع بعض، أما لما نروح عادي كل واحد لحاله. لما علي كان صف أول كانت المدرسة محددت له مجموعة يروح معها الصبح على المدرسة وبرضه يرجع معاهم، لكن من بداية صف ثاني وثالث بلشوا يعلمهم استقلالية فبيروحوا مع بعض في مجموعات لكن بيرجعوا لحالهم. هاي تبعتي. هاي مدرستي في الياباني شوغاكو، فيها من الصف الأول للسادس، وأنا صفي صنسة يعني صف ثالث. هنا المدرسة عندهم سمك، عندهم زائد هاي رعاية. أنا خلاص صار صفي ثالث، قررت أروح لحالي. يا جماعة كم واحد قاعد بحضر ولسه ما سوى اشتراك؟ الله يهديك. بس خلينا نوصل 2 مليون. يلا اشترك، لايك ارضى عليك. السلام عليكم، وأخيرا خلصت. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم عندي أخبار راح تخليك سعيدة. إيش فيه؟ إن شاء الله خير. المعلمة غيرت أماكننا. عن جد؟ البنت اللي كانت تزعجني صارت بعيدة عني، لأنه جمعت طاقتي ورحت حكيت لها المعلمة. أوه ما شاء الله، ممتاز. كنت خايفة وقلبي كان بدق درررر، بس الحمد لله طلعت برا الصف وتكلمت. يعني هيها جربت معاكم حل. حل ممتاز على آخر. شفيت الموضوع ما بخوف صح؟ دائما الواحد لازم يجرب بعدين بحكم. وهي المعلمة الحمد لله سمعت لك صح؟ هسه بدي أفرغ صندوق الغداء، بعدين بلعب مع أخوي نوح وأحيانا برا مع أصحابي.
بعدين بحل واجباتي لما أرجع للبيت عشان أخلص من هاي المسؤولية. سجينة وبصلين ومية وقطة. هسه راح أكل أكل خفيف، كيوي وخيار. وإحنا عشان في عصر التكنولوجيا فأكيد عندي وقت الإلكترونيات، بس لازم يكون معاي المنبه. أمي تعطيني 30 دقيقة بس عشان ألعب، وإذا رن يعني خلاص. بس إذا بحضر على سبيس تون جو بتحط لي ساعة، لأنه أمي بتحط في مؤقت بسكر أصلاً الحارب. بحب أحضر يوامشي بيدر، هو كرتون كثير مشهور في اليابان، بس أمي حكت نحضره في سبيس تون جو أحسن. أحياناً بحضر كونان مع أمي لأنها كانت تحضره وهي صغيرة. صراحة سعيدة جداً بالخطوة اللي اتخذها تطبيق سبيس تون جو في موضوع إتاحة الأنمي المدبلج من الياباني للعربي، لأنه حالياً منتشر جداً بين الأطفال وإلا ما يتعرضوا له على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولأنه صراحة بنسخة اليابانية أبداً مش مناسب للأطفال وغير ملائم لطبيعة مجتمعاتنا العربية والإسلامية. فالتطبيق خياره بديل ممتاز وبجودة عالية، غير إنه في محتوى تعليمي وإسلامي وبكفي إنه بيقوي اللغة العربية لأطفالي. مرة واحد سألني ما عندك تلفون؟ أنا صراحة بلعب في التلفون أبوي، وبحضر أحياناً على التلفزيون وعنده هذا التلفون، باخذه معي لما أطلع من البيت، وأمي تعرف وين مكاني منه، وبس برينه ببعث رسائل. أمي وأبوي حكوا إن شاء الله لما أكبر ولما أحتاج التلفون راح يشتروا لي واحد، لأنه إحنا نشتري إلا الأشياء اللي نحتاجها مش اللي بدنا إياها. يعني أنا أصلاً أحياناً بدي تلفون، بس أنت كمان لما تلعب في التلفون صح بتحس أنه بيسيطر على عقلك، تلعب ساعات وساعتين ما بتحس. ده صار فيه هيك راح يضيع يومي كله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد. علي مسجل في مجموعة دروس أونلاين، فمثلاً من الاثنين للخميس عنده درس قرآن والأستاذ علمه قراءة اللغة العربية والآن بكمل حفظ، وكل اثنين وخميس عنده درس تربية إسلامية بتعلم المعلمة كل شيء بتعلق بالعبادات والأحكام الشرعية. اليوم المعلمة حكت لنا الولاد ممنوع يلبسوا خاتم ذهبي بس خاتم فضي عادي. وكل ثلاثاء درس برمجة لأنه حاب لما يكبر يصير مهندس ويبرمج روبوتات. أما وقت العشاء نقعد كلياتنا مع بعض عشان نأكل، لما نخلص بيكون وقت العائلة نلعب مع بعض أو نأكل حلويات. وطبعا عندي مسؤوليات في البيت، مسؤولية العصافير، مسؤولية الزريعات. أما العصافير بغير لهم المي، بحط لهم أكل، بغسل القفص. أما الزريعة طبعا أسقيها وأنتبه عليها. كمان طبعا أرتب غرفتي كلها والألعاب، وروح أحيانا بساعدني. أو صح، ولازم أغسل حذاء المدرسة اللي نلبسه جوا اسمه وبكي. برجح الصحون مع أمي. وأحيانا التكنيس. في أيام العطل نطلع مع بعض مشاوير. الجو حلو اليوم. علي ونوح شو رأيكم نشتري أكلات زاكي؟ من وين بدكم؟ من محل الرخيص. أيوة يلا. وكمان بنرن على العائلة عشان صلاة الرحم. في ناس كثير بيسألوا أمي كيف أنا بتعلم 3 لغات. أنا أكيد بركز على العربي أول إشي. العربي تعلمته من أمي وأبي، وأكيد من أصحاب العرب ومن أقاربي، وأكيد من اليوتيوب. دايما بتكلم معاكو يا هلا والله. من أفلام الكرتون، من دروس الأستاذ، دروس الدين. أما الياباني من المدرسة كلش بتعلم. الإنجليزي صراحة من جيراننا وأصحابنا اللي بس بتكلموا إنجليزي، وأكيد من أفلام الكرتون. كمان جدتي أمي تحكي إنجليزي. في الليل بصلي المغرب، ولما يأذن العشاء بصلي العشاء، واخر اشي بفرش اسناني.
أمي تحكي لنا قصة، نحكي الأذكار وننام. طبعاً أكيد مش دائماً بزبط نسوي نفس الروتين، بس بحاول أنه أسوي نفسه، لأنه أنت لما تكبر شخصيتك وأنت بتكون انبنت من الأشياء اللي سويتها زمان. إذا تعودت كل يوم تصلي، إن شاء الله لما تكبر بتكون الصلاة سهلة عليك. إذا تعلمت دائماً تسوي رياضة لما تكبر، إن شاء الله يكون جسمك صحي. هيك الإنسان بيبني حاوله شوي شوي، يساعدك أنه يكون عندك روتين، لأنه الجسم برتاح لما يكون عنده روتين. وبس، وهيك وصلنا لآخر الفيديو. إن شاء الله كيفته، استفدته أكيد 100 من بلايين. كان معكم علي أبو عودة، في أمان الله.